تو مازلنا في اوشون كالعاده لو جو على المنتجات التونسيه. الريون هذايا نتاع زيت الزيتونه والزيوت بانواحها مختلف منتوجاتها كالعاده كما حكينا في الفيديو الاولى بالكل. الزيت التونسي كما تشوفوا هو الاكثر مبيعات في اوشون. كما تشوفوا شوفوا الريون نتاع الزيت التونسي قداش ناس شرات. هذايا الزيت نتاع اوشون المدعم اللي صنعته اوشون ما تقدرش تباع منه. شوفوا الزيت التونسي قداش تباع منه. شوفوا الزيوت الاخرى. دونك الزيت التونسي هنا الناس قاعده تشري فيه ومطلوب برشا خصوصا من التونس ومن العرب حتى من الفرنسيس بيدهم قاعدين يشريو في الزيت التونسي. كما تشوفوا بارابور للزيت الاخرى هو الزيت الاكثر بيو. هنا الفرق في الاسواق مثلا الزيت التونسي تيغا ديليسا 6.73. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.